فانا شايفه ان ده كويس جدا. انا بقى كنت اتمنى كمان يكون في محاسبه للبطوله الافريقيه والتنظيم الاكثر من سيء. فاكر احنا كنا بنقول بعد انتهاء البطوله هل سيكون هناك محاسبه ولا لا؟ يعني حصل اخطاء كثيره جدا وتنظيم غير جيد بالمره، لا يليق بهذه القاره والمنتخبات التي تمثلها. فمعلش برضو الواحد عايز يعرف الموضوع خلص على كده ولا هيكون في محاسبه؟ انا اعتقد ان مش هيكون في. يعني احنا سالنا السؤال ده لضيوف مختلفين قال لك ما نعرفش، بس يعني الوضع كده مش هيكون في محاسبه. بس طبعا انا مع الحساب دايما، لما بيكون في محاسبه ده بيمنع او بيخلي البرسنتج انه يكرر مره تانية اقل بكتير. يعني بصي، ممكن يفوتوا 100 حاجه لكن استشفاء الجردل ده لازم حد يتحاسب. الجردل ده فاكر؟ والله الواحد بيضحك، بس هي حاجه محزنه. الصوره دي والله هتفضل محفوره في الوجدان لسنين جايه قدام. يعني والله زي ما بحكي لك صوره غير قابله للنسيان. كان محمد صلاح مين اللي كان قاعد بقى ماسك في الجردل، كان بيعمل استشفاء في الكازارولا الكبيره اللي هم مسلمينها للعيبه؟ كان السوليه وماسك الموبايل. بصي صوره عبقريه. صوره محزنه طبعا، يعني من كامل التقدير والاحترام للكاميرون، ولكن احنا بنتكلم عن التنظيم طبعا، ما بنتكلمش عن البلد، بنتكلم عن التنظيم. التنظيم سيء، التنظيم يجب ان يتم محاسبه القائمين عليه، هو ده اللي بنتكلم فيه. على كل حال نكمل مع حضراتكم بقى. طب هنتكلم على التنظيم ولا على التحكيم؟ لا، ما هو التنظيم داخل جواه بقى كل حاجه. يلا خش معايا. ماشي، طالما كده كان بطوله يعني.